السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. سعر الدواجن البيض النهاردة مسجلة في المزرعة 27 جنيه، سعر في المحل 31 جنيه. أسعار الدواجن البلدي النهاردة مسجلة 35 جنيه في المزرعة، 38 جنيه في المحلات. سعر الأرانب النهاردة متسجلة 39 جنيه في المزرعة، بتتباع النهاردة في المحلات ب45 جنيه. لحم الأمهات الأبيض النهاردة مسجلة 22 جنيه في المزرعة، 25 جنيه في المحلات. أما عن أسعار السياس النهاردة فمسجلة 34 جنيه في المزرعة و38 جنيه في المحلات. دي بالنسبة لأسعار اللحوم البيضة. أما أسعار الكتاكيت النهاردة فالكتكوت النهاردة مسجل في شركة الدهلية للدواجن 13 جنيه ونص. دواجن الوطنية النهاردة الكتكوت بتاعها ب14 جنيه وربع، الوادي 13 جنيه ونص. أما عن السعر الكتكوت في القاهرة للدواجن فمسجل النهاردة 13 جنيه وربع، العنان جروب 13 جنيه وربع، أمات للدواجن 13 جنيه ونص، مصر العربية للدواجن 12 جنيه 75 قرش. شركة الإيمان مسجل النهاردة الكتكوت فيها 13 جنيه. القصب للدواجن الكتكوت النهاردة مسجل 13 جنيه. أما عن كتكوت الأصيل فمسجل النهاردة 12 جنيه 75 قرش. دلتا مصر للدواجن النهاردة الكتكوت بتاعها 12 جنيه 75 قرش. عياد للدواجن مسجل 13 جنيه. أما عن أسعار البط اليوم فالبط الفرنساوي النهاردة مسجل 9 جنيه و90 قرش، الفرنساوي البيور 10 جنيه 75 قرش، المولر المحلي عمر يوم ب20 جنيه، مولر بيور 22 جنيه ونص، المسكوف المحلي 20 جنيه ونص، مسكوف بيور 22 جنيه ونص. الروم الأبيض النهاردة عمر يوم مسجل 95 جنيه، السمان الجامبو 6 جنيه. دي أسعار النهاردة، وانتظرونا إن شاء الله يوميا أسعار الدواجن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.